سنغافورة من بلد تملأها المجاعات والبعوض والمستنقعات والعشوائيات إلى دولة جواز سفرها احتل المركز الأول بالعالم في أقل من 50 سنة. تخيل يا رعاك الله وانت عم بتفكر بهاي الجملة وتشوف الصور، تخيل هل ممكن بلدك توصل لهاي المرحلة وقديش بدها وقت لتصير هيك. تصدقوا انه بعد ما صار هالعمل الخرافي بهالبلد طلع المسؤول الأول لي كوان يو رئيس وزراء سنغافورة يلي عمل هالنقل النوعي للبلاد بكل تواضع أمام وسائل الإعلام وقال: أنا لم أقم بمعجزة في سنغافورة، أنا فقط قمت بواجبي نحو وطني. بينما ببعض البلدان لهلأ بيطلع علينا المسؤول يتفاخر قدام الكاميرات بأعماله وهو بيكون يا دوب عامل افتتاح لمطعم. تعرفوا انه الشعب السنغافوري كان ما بيجمعهم اي رابط معين ببعض، لا لغة موحدة ولا عرق موحد ولا دين موحد، حتى لي كوان يو نفسه ما كان اصلا من سنغافورة، على عكس البلاد العربية يلي في كثير روابط مشتركة تجمع سكانها مع بعض مثل اللغة الموحدة. طيب شو هي الخطوات يلي قدر هالشعب من خلالها يطلع من تحت الأنقاض كالعنقاء؟ شو الشيء يلي سواها الشعب اللي كان بيملأ التخلف سابقا والجهل والفساد والعشوائيات ليصير من الشعوب الأعلى راتبا في العالم؟ تابعوا معنا وشوفوا لتعرفوا كيف قدر سنغافوريين يوصلوا لهون ويحققوا أسطورة سنغافورة، وكيف ممكن نعكس هالتجربة على نفسنا وعلى بلادنا بعد الفاصل. السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من سحابه المعلومات، معكم خالد عبد الرازق، واليوم ان شاء الله حنتكلم عن النهضه السنغافوريه المعجزه. تعد سنغافوره واحده من اصغر بلدان العالم مساحه، حيث تبلغ مساحتها 720 كيلومتر مربع، وهي الدوله رقم 192 من ناحيه المساحه بالعالم. مع هيك قدرت هالبلد الصغيره تكون من البلدان الاقوى اقتصاديا على مستوى اسيا والعالم. بيرجع اسم سنغافوره وبالفضوح باللغه المحليه سنغافوره الى كلمة سينغا وبورا السنسكريتية اللي معناها مدينة الأسد، وسبب هاي التسمية طريف هو إنه لما وصل أحد المستكشفين القدامى للجزيرة الصغيرة وهو أمير سومطري يدعى سانغ نيلا أوتاما اللي يعتبر مؤسس سنغافورة القديمة، شاف فيها أسد فسماها مدينة الأسد. بس الأبحاث الحديثة أثبتت إنه الجزيرة ما عاش فيها أسود أبدا، عشان هيك يعتقد إنه شاف نمر، والأسد ميريليون وهو أسد بجسد سمكة اللي يمثل شعار الرئيسي لسنغافورة من عام 1986. عرفها العرب قديما باسمها وكانوا يصفوها للإيطاليين واليونانيين باسمها الحالي أثناء رحلاتهم التجارية إلى الشرق الأوسط. وبعد توقف السفن الشراعية ظهرت أهميتها كميناء للسفن التجارية في القرن 19، فأصبحت ميناء عالميا منذ عام 1819، وخضعت للاستعمار البريطاني إيان سيطرته على شبه جزيرة الملايو اللي بتضم عدة جزر ومن بينها سنغافورة. الاسم الرسمي هو جمهورية سنغافورة، هي جمهورية تقع على جزيرة في جنوب شرقي آسيا عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ملايو، وبفصلها عن ماليزيا مضيق جوهور وعن جزر رياو الأندونيسية مضيق سنغافورة. عدد سكانها يصل تعدادهم إلى 5,600,000 وإشي تقريبا. 42% من سكان الجزيرة هم من الأجانب الوافدين للعمل أو للدراسة. طبعا راح نعرف لقدام أنه أغلب أهل سنغافورة من المهاجرين. خلال الحرب العالمية الثانية غزا جيش اليابان الإمبراطوري ملايا اللي هي ماليزيا سابقا، وبلغت ذروتها في معركة سنغافورة، وهزم البريطانيون في 6 أيام، واستسلمت القلاع المنيعة البريطانية للجيش في 15 فبراير من عام 1942. وعندها وصف رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل الاستسلام بأنه أسوأ كارثة وأكبر استسلام في تاريخ بريطانيا. طبعا أكيد مش أسوأ من بريكسيت، ولكن تمكن البريطانيين من استعادة جزيرة ملايا في 12 سبتمبر من عام 1945، وبعد شهر من هالنزاع استسلم اليابانيين أمام قوة بريطانيا. وبعد عدة مناوشات بين الأحزاب السياسية السنغافورية والحكومة البريطانية مكن السنغافوريين من إجراء الانتخابات في 30 مايو من عام 1959 مع حزب العمل الشعبي اللي حقق فوزا ساحقا، وأصبحت سنغافورة في نهاية المطاف دولة تتمتع بالحكم الذاتي. وأدى اليمين بطلنا لليوم لي كوان يو لتولي منصب رئيس الوزراء الأول لسنغافورة. بعد هيك أعلنت سنغافورة الاستقلال
عن بريطانيا من طرف واحد في أغسطس من عام 1963 قبل الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي الماليزي في سبتمبر نتيجة استفتاء الاندماج في عام 1962 لسنغافورة، لأنه كان سكان سنغافورة الأصليين صيادين من الملاي. ولكن بعد وصول البريطانيين وتأسيس مركز تجاري بريطاني أصبحت سنغافورة مركز اجتذاب للمهاجرين والتجار، وقصدها المهاجرين من الصين وأندونيسيا وباكستان وسريلانكا والشرق الأوسط سعياً وراء حياة أفضل لهم ولعائلاتهم. وكانت النسبة الأكبر من المهاجرين للقادمين من الصين، ومثل ما كنا بنعرف إنه هالعمال جايين ليشتغلوا بجد ويثبتوا حالهم، لهيك قدروا بفترة وجيزة يتفوقوا على سكان المنطقة من ناحية العمل والتعليم. وبعد هالتفوق على السكان المحليين كبرت مع العمال وزادت الثقة عندهم، وبلشوا يحاولوا يوصلوا لمناصب عالية بالحكم بالاتحاد الماليزي. هون صحيوا الحكام الماليزيين على حالهم وحسوا إنه السجادة عم تنسحب من تحت رجليهم، وفجأة طلع معهم القرار التالي. في عام 1965 صدمت ماليزيا العالم أجمع والسنغافوريين خاصة بقرار طرد سنغافورة من الاتحاد الماليزي اللي فيها النسبة الكبرى من العمال الصينيين المطالبين بالحكم. وعند إعلان الانفصال ظهر رئيس الوزراء السنغافوري لي كوان يو بيبكي أمام وسائل الإعلام. طيب يا ترى ليش طلع عم بيبكي هالرجل وشو تصرف بعد الانفصال؟ بس سبب بكائه كان القلق على مستقبل الجزيرة اللي كانت المكان اللي انولد فيه، معاناته اللي عاشها أيام الاحتلال الياباني. عشان هيك شخصيته كانت مبنية على رفض الإذعان للمحتل، وإنه بلده سنغافورة كانت لا تملك أي نوع من الموارد وبنهشها الفقر والفساد المستشري، وكانت توصف أيامها بأنها من أخطر الأماكن بالعالم بسبب الفلتان الأمن المخيف. فهل أدار خريج جامعة كامبريدج ظهره وترك بلده جثة هامدة لتنهشها الوحوش، أو قال لك ما هي خربانة وصار فاسد مدام الأغلبية فاسدين؟ أول شيء خلونا نعرف مين هو لي كوان يو، أحد أبطال النهضة السنغافورية. ليش قلنا أحد أبطال؟ خليكم معنا لقدام لتعرفوا مين الأبطال الباقيين، لأنه ما كانت وان مان شو. لي كوان يو من مواليد 16 سبتمبر عام 1923، نشأ وسط أسرة صينية استقرت بسنغافورة في القرن 19. تلقى تعليمه الجامعي في بريطانيا في جامعة كامبريدج، وحصل على شهادة في تخصص القانون. بعدين رجع لسنغافورة واشتغل محامي لعدة سنوات. في منتصف الخمسينات أسس مع مجموعة من خريجي بريطانيا حزبا اشتراكيا، وعين أمين عاما للحزب، وعين لي كوان يو رئيسا للوزراء وعمره 35 سنة فقط، وهو أول رئيس وزراء لجمهورية سنغافورة. وكان من أكثر مهام لي كوان يو إلحاحا هو توفير فرص عمل مستقرة للشعب نظرا لنسب البطالة المرتفعة حينها. ساعدت السياحة ولكنها لم تحل المشكلة تماما، وبالتشاور مع خبير الاقتصاد الهولندي ألبرت ينساميوس أنشأ لي المصانع وركز على الصناعة التحويلية في البداية. بلش رئيس الوزراء يفهم شو الشيء يلي ناقص بلده وشو الشغلات يلي عم بتعيق التنمية ويحاول يصلحها شوي شوي. أول خطة بلش فيها هي السعي للحصول على اعتراف دولي بسيادة الجمهورية السنغافورية، ونجح بالحصول على عضوية الأمم المتحدة في 21 أيلول من عام 1965 لتصبح العضو رقم 117، ونجح وزير خارجيتها بتأكيد استقلال سنغافورة عبر إقامة علاقات دبلوماسية مع الكثير من الدول الأخرى. وعملت حكومة سنغافورة بجانب تأكيد استقلالها إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن أراضيها، وذلك بتأسيس جيش وطني وقوات أمن تحمي البلاد. وبعد ما بلش لي كوان يو يحاول يوقف على رجليه شوي، فاجأت الحكومة البريطانية مفاجأة تانية، حيث أعلنت بريطانيا في يناير عام 1968 عزمها سحب قواتها بحلول عام 1971، وهالشي شكل كارثة بالنسبة لسنغافورة، لأنه كانت القوات البريطانية لها أثر رئيسي في الاقتصاد السنغافوري وحماية سنغافورة. بس استطاعت الحكومة السنغافورية أنه تعتمد على نفسها، وبحلول سنة 1969 جرى تشييد 52 مصنع وتوفرت 17 ألف فرصة عمل جديدة. وفي عام 1970 زادت الاستثمارات الجديدة 20 ألف فرصة عمل تانية، وزادت إيرادات ومداخيل الحكومة السنغافورية. وأخيرا اتجاوزت أزمة القلق بسبب انسحاب قوات بريطانيا بوقتها بتفوق، ومشيوا على خطة تم وضعها في عام 1967. وبعدين اتوجه للتعليم يقينا منه انه لا يوجد نهضة اقتصادية الا في استثمار الفرد ذاته، فوضع مناهج علمية حديثة ركزت على بناء العلم، وكثف البعثات العلمية للخارج للحصول على اشخاص ذوي كفاءة عالية. وبعدين بدأ بمحاولة توحيد اللغة بين السكان، حيث اعتمد على اللغة الانجليزية عشان ما يفضل عرق على اخر، على الرغم من اصول الصينية واغلبية اهل سنغافورة اللي هم من الصين. شوفوا كيف فضل مصلحة وطنه على مصلحته الشخصية، وهذا الشيء يلي
اللي عم نحاول نوصل له. ومن المشاكل اللي كانت منتشرة كتير وكان لازم يلاقي لها حل هي مشكلة البطالة، لأنه كانت البطالة توصل ل 12% في بداية الحكومة السنغافورية، وكان من أهم الجهود اللي بذلها لي كوان يو للنهوض بالوضع الاقتصادي وحل مشكلة البطالة والفقر هو تشجيع وجلب الاستثمارات الأجنبية. وعشان هيك تم إنشاء هيئة التنمية الاقتصادية في عام 1961 كمؤسسة واحدة يسهل على المستثمر الأجنبي التعامل معها ولا يحتاج للتعامل مع عدد كبير من الإدارات والوزارات، مشان يوفر تعب وجهد على المستثمرين وطبعا يغريهم بسهولة المعاملات. واختار رئيس الوزراء لي كوان يو أفضل العلماء والخريجين المؤهلين من جامعات أجنبية للعمل بهاي اللجنة، واختار إلها رئيس مؤهل ليجعل منها مؤسسة ناجحة. هذا الإجراء جذب المستثمرين الأجانب مع إعطائهم امتيازات ضريبية وضمانات قانونية. ما تنسوا إنه سنغافورة كانت تعد من أخطر الأماكن بالعالم. استعانت هاي الهيئة بخبراء من برنامج التنمية في الأمم المتحدة، واستطاعت الترويج للاستثمار في سنغافورة وتقديم الضمانات مع التركيز على 4 صناعات أساسية اللي هي بناء وصناعة السفن وهندسة المعادن والكيماويات والأدوات الكهربائية. وبعدين توجهت الحكومة لحل مشاكل السكن العشوائي الكارثية، وعملت على إنشاء مجلس التنمية الإسكاني في سنغافورة اللي استطاع حل مشكلة سنغافورة الإسكانية وإنهاء مشكلة البيوت العشوائية التاريخية في سنغافورة. وأخيرا توجه لي كوان يو لأصعب مرحلة اللي هي محاربة الفساد وتنظيم القضاء، وطلع رئيس الوزراء لي كوان يو بمقولة شهيرة جدا وهي إن تنظيف الفساد مثل تنظيف الدرج، يبدأ من الأعلى نزولا للأسفل، وبلش يحارب هالفساد يلي كان منتشر بنسبة كبيرة. وعلى الرغم من أن القوانين السنغافورية موروثة وأساسها القوانين الإنجليزية والهندية وبتشمل العديد من عناصر قانون العام الإنجليزي، إلا أنه منذ الاستقلال ابتعدت عن هذا التقليد في بعض النواحي. ومن الأمثلة على القوانين السنغافورية اللي وضعها لي كوان يو العقوبة البدنية القضائية على شكل الضرب بالعصا على جرائم مثل الاغتصاب والعنف والشغب وتعاطي المخدرات، طبعا تخريب الممتلكات. وكانت الصحف العالمية بوقتها بتهاجم هاي الطريقة في العقوبات وأعلنت استيائها من استخدام طرق العنف الجسدي، ومنها طبعا صحيفة نيويورك تايمز. صفرت سنغافورة عقوبة الإعدام الإلزامية في حالات القتل من الدرجة الأولى والاتجار بالمخدرات وجرائم الأسلحة النارية. ولحد اليوم ما حدا بينصحك أن تروح لسنغافورة من كتر القوانين اللي فيها، حيث تسمى ببلد الغرامات. ومن القوانين الغريبة عندهم ممنوع أكل اللبان أو العلكة، وعندهم غرامة $1,000 على من يتاجر باللبان أو العلكة. تخيل يا رعاك الله، يعني بيعتبروها مثل المخدرات. وكان سبب هذا القانون هو أن الناس كانت ترمي هالعلكة بكل مكان، وهالشي عم بكلف الدولة أموال طائلة لتنظيف الشوارع. فقرروا يوفروا المصاري ويستفيدوا منها بشغلات تانية. قانون تاني غرامة $20 على من يعبر الشارع بعيد عن المكان المخصص للمرور، وغرامة $150 على الشخص يلي بيستخدم الحمام من دون ما يستخدم السيفون، وقانون تاني ممنوع تعمل أي شيء بمحطة المترو غير الانتظار، يعني ممنوع توكل، ممنوع تشرب، ممنوع تدخن. وعلى مستوى قطاع البيئة بتبين لنا من خلال تراجع مستوى انبعاث ثنائي أكسيد الكربون إنه الحكومة بسنغافورة كانت واعية من فترة طويلة بالمخاطر البيئية. فقد توالت جهود الحكومة منذ عام 1963 من أجل البيئة والتشجير، طبعا بالرغم من صعوبة الحصول على المياه. وتم إنشاء وزارة للبيئة بعام 1972 اللي تم دمجها فيما بعد لأهميتها مع قطاع الصحة في وزارة الصحة والبيئة. وفي خلال الثمانينات استمرت سنغافورة بتحقيق نمو اقتصادي متميز منذ بداية عام 1980 عندما استطاعت أن تخفض معدل البطالة في البلاد إلى 3% بعد ما كانت سابقا 12%، واستمرت بتحقيق النجاح. وفي عام 1981 افتتحت مطار تشانغي سنغافورة اللي يعد حاليا أجمل مطار في العالم، تخيل يا رعاك الله. وأنشئت المصافي النفطية ومصانع التكرير، وبحلول التسعينات أصبحت ثالث أكبر مركز لتكرير النفط في العالم بعد هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية ونوتردام في فرنسا، طبعا مع أنهم غير منتجين للبترول، وأصبحت منتج رئيسي للبتروكيماويات على مستوى العالم، تخيل يا رعاك الله. وهم غير منتجين للبترول. سنغافورة اليوم عبارة عن مجتمع صناعي فائق، تلعب
التجارة الوسيطة أو ترانزيت دور رئيسي في اقتصادها نظراً لموقعها الهام. طبعاً ببلداننا العربية كان فينا نستفيد كثير من تجارة الترانزيت نظراً للمواقع الهامة اللي بتحتلها الدول العربية، بس للأسف ما في استثمار جيد بهذا المجال. كما يعتبر ميناء سنغافورة الآن من أكثر الموانئ ازدحاماً حول العالم، متجاوزاً ميناءي هونغ كونغ وروتردام. ومن ناحية حمولة البضائع المتداولة فقد أصبحت الثانية عالمياً كأكبر المناطق ازدحاماً، طبعاً بعد ميناء شنغهاي في الصين. صناعة السياحة في سنغافورة من الصناعات المزدهرة كمان، وبتجذب أكثر من 10 مليون زائر سنوياً، طبعاً رغم كل القوانين يلي حكيناها فوق. ومؤخراً تم افتتاح 2 من أغلى الفنادق المتكاملة في العالم، وهم مارينا باي ساندرز ومنتجعات وولد سنتوسا. وكذلك تعتبر الصادرات وبخاصة في مجال الإلكترونيات والكيماويات والخدمات المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للاقتصاد السنغافوري. بمكنها هذا الدخل من شراء الموارد الطبيعية والسلع الأولية اللي بتفتقر إلها. طبعاً حيث عانت وتعاني سنغافورة من شح المياه منذ القدم، كما إنها محدودة الأراضي الصالحة للزراعة، وبالتالي اعتمدت على تكنولوجيا متطورة جداً في الزراعة وتقنيات استجرار المياه لتعويض نقص المياه والنقص في الأراضي الزراعية من أجل الإنتاج الزراعي. وحالياً في مؤشر جودة الحياة اللي بتنشر وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة الإيكونوميست، حصلت سنغافورة على الدرجة الأولى في آسيا والمرتبة 11 على مستوى العالم. وسنغافورة تمتلك تاسع أعلى احتياطي في العالم، وعند الدولة صار في عندهم جيش وطني مجهز بشكل ممتاز وبيعتمد على أحدث الأسلحة. وفق مؤشر باسبورت إندكس في عام 2018 احتل الجواز سنغافوري المركز الأول على مستوى العالم، متجاوزا ألمانيا وكل دول أوروبا الغربية وأمريكا. تعتبر سنغافورة رابع أهم مركز مالي في العالم ومدينة عالمية بتلعب دور مهم في الاقتصاد العالمي. طبعا لو حابين تتعمقوا أكثر ممكن ترجعوا للمصادر اللي تحت الفيديو. وأخيرا بعد تسليط الضوء على التطور يلي صار بسنغافورة وهالإنجاز العظيم يلي عمله شعب سنغافورة متعدد الأصول والأعراق والديانات ورئيس الوزراء لي كوان يو، وقدرة الشعب ولي كوان يو على نسيان المصالح الشخصية والعمل بس عشان الوطن. طبعا قبل ما ننسى، إجابة على سؤال مين هم الأبطال اللي ساعدوا بنهضة سنغافورة إلى جانب البطل لي كوان يو، أكيد هو الشعب السنغافوري. بتمنى تكون استفدتوا من هالحلقة وصار عندكم أمل إنه ممكن أي دولة كانت تتحول وتنهض بمجرد ما يتوحد شعبها بغض النظر عن لغته أو دينه أو أصله، تحت راية الوطن الواحد لمصلحة الوطن ومصلحة الشعب ككل، ويتحارب الفساد فيها. وآخر شيء بنقولكم آخر مقولة لليوم على لسان أحد أبطالنا اليوم وصانع المعجزة السنغافورية لي كوان يو، وقت سألوه عن الفرق بين سنغافورة وبين دول العالم الثالث. مع الأخذ بعين الاعتبار سنغافورة كانت أسوأ من دول العالم الثالث. نحن نبني المكتبات وهم يبنون المعابد، نحن نشتري المكاتب وهم يشترون السلاح، نحن نحارب الفساد من قمة الهرم وهم يمسكون صغار اللصوص. طبعا لو حاسين إنه الحلقة فادتكم ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب واكبس زر الجرس ليجيكم كل جديد، وشيروا الحلقة مع أصحابكم ليستفيدوا مثلكم، واتركوا لي استفساراتكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو في صندوق التعليقات. وشكرا جزيلا على المتابعة، ودمتم في رعاية الله بصحة وعافية.